أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا. النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي عن صفقة ضم المغربي أشرف داري مدافع نادي بريستل الفرنسي، وقع اللاعب على عقد لمدة 4 سنين قادمة. رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت اختيار حسين الشحات لاعب فريق الأهلي كأفضل جناح أيسر خلال بطولة الدوري الممتاز، وده بعد تصويت الجمهور ليه عبر موقع التواصل الاجتماعي. نادي الزمالك استأنف تدريباته على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وده بعد عودته من أجازته استعدادا للموسم الجديد. امبارح انطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني في إطار الاستعداد لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، والمقرر ليهم يومي 6 و10 سبتمبر من الشهر المقبل. وانتظم 6 لاعبين في معسكر منتخب مصر، وهم حمدي فتحي، المهدي سليمان، محمد الشامي، أحمد رمضان بكم، خالد صبحي، وأسامة فيصل. أيضا المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة 18 سنة فاز على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-2 في إطار ختام مواجهات الدور الأول للبطولة الأفريقية والمقامة في تونس، وهتستمر لغاية يوم 31 أغسطس الجاري. باير ليفركوزن الألماني المتأهل للدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، التأهل ده جه بعد فوزه على فريق كارل زايس جينا اللي بيلعب في دوري الدرجة الخامسة بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمعهم ضمن منافسات الدور الأول من النسخة الحالية في البطولة.